تيس بريس. تيس بريس. أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. إذن كما جاء في البيان ديال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كان من المقرر أن يحتفي التوجه الديمقراطي بتيزنيت بفاتح ماي عن طريق تجسيد اعتصام ومبيت ليلي أمام المديرية الإقليمية ليلة فاتح ماي، ابتداء من 8:30 مساء من ليلة الثلاثاء 30 أبريل إلى غاية صباح فاتح ماي 2019. غير أنه نفاجأ بقرار صادر عن سيد باشا المدينة بمنع هذا الاعتصام وهذا المبيت الليلي بمبررات كما جاء في قرار ديال المنع، مبررات ديال الامن وديال الساكنه، ما عرفت الامن ديال شكون والساكنه ديال شكون، وما عرفت واش حنا اساتذه عارفين اللي علينا اللي لينا واللي علينا في الوقفات وفي الاعتصامات وفي مختلف الاشكال الاحتجاجيه، او انهم كيشوفوا فينا كمخربين، او انهم كيشوفوا فينا كنهددوا الامن والطمانينه والسكينه العامه. إذا هذا القرار ديال المنع بعد أن تم عرضه على مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتيزنيت، قرروا الحضور في نفس الموعد وتجسيد هذا الشكل النضالي كما ترونه، ومحاولة فرض الاعتصام أمام المديرية الإقليمية، هو اعتصام اللي كنذكروا أنه سلمي، كنذكروا أنه حق يحميه يضمنه الدستور المغربي، تضمنه القوانين الجاري بها العمل، تضمنه المواثيق الدولية التي اعترف لها الدستور المغربي بأنها أرقى وأسمى من الدستور المغربي نفسه ومن كل القوانين التي يمكن أن تكبل هذا الحق الأسمى في الاحتجاج والتجمهر والاحتجاج والتجمهر باعتبارها حقوق سياسية وباعتبارها تدخل في إطار الحريات العامة الأساسية وباعتبارها من الشروط الدنيا باش نقدر نقوله أننا في دولة ديمقراطية، ماشي فقط أن نختبي خلف زيف الشعارات التي تروج لها الدولة المغربية على الدوام. إذن في الحقيقة شفنا أشكال من المنع والتضييق، شفنا التعنيف الذي تعرضت له تنسيقيات الأساتذة بالرباط مؤخرا، خاصة يوم 24 أبريل مؤخرا اللي تعرضت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم تعاقد المختلف أشكال التضييق، بطبيعة الحال إلى جانب تنسيقية زنزانة سعود وتنسيقية حاملي الشواهد، كان قمع رهيب. إذا كنا كنشوفوه ولكن ما اعتقدناش أنه يوصل المخزن وتوصل الدولة المغربية على مستوى تيزنيت أنها تمنع اعتصام سلمي، خاصة أنه بمناسبة فاتح ماي اللي من المفروض أن الدولة خصها توفر الشروط ديال الاحتجاج، الشروط ديال الاحتفاء بهذه المناسبة الأممية، العيد الأممي للعمال. ولكن تفاجأنا بهذا المنع، وعلى مستوى تيزنيت كنذكر أن المنع لا يطال إلا الأنشطة ديال التوجه الديمقراطي. سنعود ونسجل أنه خلال الموسم الفارط وعند تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،
كنا بصدد عقد ندوة حول المدرسة المغربية، حول العنف والمدرسة المغربية، ولكن تفاجئنا آنذاك أيضا بمنع غير مبرر ومبررات اللي هي واهية غير مقنعة. إذن من هذا الموقع، من الموقع المسؤولية النضالية، من الموقع المسؤولية النقابية، من الموقع المسؤولية الحقوقية، كندينو بأشد العبارات ديال التنديد وديال الإدانة ديال هذا المنع الذي يطال أنشطة التوجه الديمقراطي على مستوى تيزنيت، والذي يطال أيضا مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الإطارات الحقوقية التقدمية بالبلاد، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا ومحليا أيضا، بحيث أنه إلى حد الآن السلطة منحتنا جوج ديال المنع ديال الأنشطة ديال الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، ومنعات الوصل القانوني على الفرع ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. واش هذه ردة حقوقية؟ واش هذه عودة إلى سنوات الجمر والرصاص؟ وكيفاش ممكن نوصفوا هذا الأمر؟ ما بغيناش نقولوا أكثر من هذا الشيء، ما بغيناش نقولوا أن ولينا كنحسوا أننا ماشي في دولة شبيهة بسوريا، ولكن شي حاجة أفضع مما يقع في سوريا، شي حاجة أفضع مما يقع في مختلف دول العالم، أنك تمنع نشاط احتجاجي ديال نقابة أكثر تمثيلية ديال جمعية حقوقية تعتبر هي أكبر جمعية في المغرب، في إفريقيا وفي ما يسمى بالعالم العربي، تمنع عليها الأنشطة وتمنع عليها الوصولات القانونية. في الحقيقة هذا الشيء مؤسف ومؤسف جدا، وكنظن أن الدولة المغربية، أن السلطات المحلية بغات تمنع الإطارات، وبغاتنا ربما ما نبقاوش نحتجوا من داخل الإطارات اللي هي إطارات دستورية، اللي هي إطارات قانونية مخول لها تمثيل الشغيلة التعليمية وتمثيل مختلف الفئات الشعبية وتكون هي الصوت ديالها. ولكن هانتوما كتشوفوا كيف أنه لا زالت لغة المنع، لا زالت لغة البصري، لا زالت لغة سنوات الرصاص هي السائدة. وفعلا مؤسف هذا الوضع اللي ولينا كنعيشه سواء وطنيا او على المستوى المحلي. السيد الباشا الاقليم، السيد باشا المدينه، السيد عام الاقليم يعطيونا المبررات الحقيقيه للمنع، يقولوا لنا بصريح العباره انكم كتوجه ديمقراطي، انكم كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان، ممنوعين من التظاهر، ممنوعين من الاحتجاج، او يصدروا شي قرار كما مولفين كما داروا مع جمعيات جذور، يصدروا شي قرار من اجل غلق او من اجل المنع النهائي لهذه التنظيمات التي يظهر انها تزعج المخزن كثيرا. ماشي حيث بغينا نزعجوهم، ولكن لاننا ندق ناقوس الخطر، لأننا لا نمارس إلا الحق في الاحتجاج والاحتجاج السلمي، ولكن يظهر أن مصير كل من يحتج سواء من داخل الإطارات الدستورية، سواء من داخل الحركات الشعبية، سواء من داخل التنسيقيات، فمصيره هو المنع، ومصيره هو القمع، ومصيره هو التنكيل، ومصيره هو ما تعاينونه كصحافة محلية، اللي بالمناسبة كنحييكم على الحضور ديالكم والمواكبة، وتحية لكم وتحية لساكنة المدينة، وأجدد المناشدة لكل إطارات، لكل فعاليات نقابية الحقوقية، لكل الناشطين بالمدينة، أنهم يلتحقوا بالشكل النضالي للتعبير عن موقفهم، للتنديد بهذه الممارسات القروسطوية. ونحيي عاليا التنسيقية المحلية للمعطلين اللي حضرات وسندات وأزرات وحضرة معنا في هذا الشكل النضالي احتفاء بفاتح ماي، وتحية مجددا، وتحية لكل الأستاذات والأساتذة اللي حاضرين معنا، وتحية لكل الناشطين مجددا، وشكرا لكم.